شوف هالاستضافة هذه وهالفعالية هذه على مستوى عالي وعلى مستوى عالمي. الحضور ما شاء الله من جميع الأشكال والألوان، نساء ورجال، جميع الفئات السنية. اهتمام واضح من الحكومة لأن نكون رواد في هذا المجال، في مجال الخيل وفي مجال الجمال إن شاء الله. لما الهدف الأسمى صراحة أن كيف اليوم نستقطب كافة المرابط الخيول العربية من دول العالم كلها كاملة وتكون لها تواجد في داخل المملكة، بحكم أنه يرجع الخيل إلى مكانها الأساسي. يعني هذا الأهم، هذا اللي ممكن اليوم اللي نناظرها بنظرة شمولية وهدف استراتيجي المفترض نشتغل عليه جميعا. فخورة بهذا العمل، العمل يشرف، منظم جدا، الترتيبات، المكان أيضا متنوع. أطمح مستقبلا أن يكون في مشاركات من العنصر النسائي، يكون في منافسة بين الرجال والنساء في الفروسية. مبروك يا شباب. يمكن كنت شفت وشفنا السنة هذه يعني حراك غير مسبوق، وبإذن الله تعالى احنا نقول وكلنا أمل إن شاء الله وعشم في كل من يترأس قيادة وزمام الأمور في هيئة الفروسية والمعنيين بالخيل أن يكون بإذن الله تعالى هناك عراك أكبر. الحمد لله احنا راضين الآن، لكن نطمح للأكبر والأفضل والدعم الأكبر للخيل وملاك الخيل. النتيجة